مرحبا أصدقائي، اليوم نحن بمطار فيينا. رح نستقبل قامة من قامات مصر، رح نستقبل الكابتن حسن شحاتة اللي رفع اسم مصر لعدة مرات، اللي حيدرب الفريق النمساوي من الدرجة الثانية. اليوم رح يكون يوم مميز، لمزيد من التفاصيل خلوكم معنا. الحمد لله. السفرة كويسة؟ السفرية كانت كويسة الحمد لله رب العالمين، والرحلة كانت كويسة، وعشان برضو جايين بلد كويسة جميلة كمان. يعني عطينا انطباعك. يعني لا، هو الانطباع ان هو في البداية انا مستشار فني للنادي، ده الانطباع اللي في اول عشان بس نبقى كله عارفين، مستشار فني للنادي. اقامتك طويلة؟ اقامتي ان شاء الله هتبقى طويلة، ان شاء الله تبقى اقامه طويله ان شاء الله، وتستمر سنه واثنين، وربنا يدينا ويديكم العمر ان شاء الله. ان شاء الله كلها. والنمسا اتشرفت طبعا بوجود الكابتن حسن، وشرف لنا كبير، شرف لنا العالم من اعلام مصر والكره الافريقيه والكره العربيه، لو يبقى موجود معنا في مافيرك ويساعدنا ان شاء الله للدوري الممتاز ان شاء الله. وربنا وفقنا ان شاء الله. وتشرفت يا كابتن، نورت فيينا والنمسا كلها. شكرا. هلا استقبلنا الكابتن حسن شحاتة من المطار، ورايحين متوجهين هلا للاوتيل اللي حينزل فيه مشان نكمل التفاصيل. انا بس خليني احط الحزام بعد اذنك. اتحط دلوقتي خلاص. استاذ خالد عوض، لو سمحت تحكي لنا شوي
يعني بموجز عن الكابتن حسن شحاتة وماضيه الابيض اللي رفع فيه اسم مصر. كابتن حسن شحاتة يعني مش محتاج واحد زي اللي يتكلم عنه. كابتن حسن شحاتة طبعا لو قعدنا نتكلم عنه من هنا من صغرنا لغايه دلوقتي مش انا وفي حق، يعني راجل طبعا كابتن تاريخ النادي الزمالك طبعا من صغره، راجل احترف في اسيا وخد احسن لاعب في اسيا واحسن لاعب في افريقيا، يعني هو الوحيد اللي لعب في اسيا وافريقيا واخد احسن لاعب في قاره اسيا لما كان في الكويت، واخد احسن لاعب في افريقيا لما كان مع المنتخب، وطبعا وهو لاعب طبعا حاجه غير بقى. وهو مدرب، وهو مدرب الوحيد اللي فرح المصريين كلهم على مدى عمرنا كله، الوحيد اللي بالفعل الفرحه الوحيده اللي كانت المصريين بعد الكابتن جاري. يمكن الكابتن جاري مثلا لما وصلنا كاس عالم مره، لك كابتن حسن شحاته طبعا ثلاث بطولات افريقيه ورا بعض سنه اعتقد 2006 و2008 و2010، ودي ما حدش في تاريخ مصر عملها، والفرحه الوحيده اللي كانت المصريين يعني. وبعدين ده يعني اسمه لوحده معروف، والحمد لله وشكرا لله ان احنا نقدر بمشيئه الله نستفيد منه هنا، يعني ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى علينا ان هو يعني في النهايه يعني ينهي معانا، او مش ينهي معانا بمعنى كلمه ينهي، احنا نستفاد منه في الفتره اللي هو قاعد معانا فيها، وطبعا شرف لينا. هو نور فيينا ونور نمسا ونور نوافيرك، وطبعا ده يعني خطوه مصطفى النمر حاجه طبعا ما كانش حد يقدر يحلم ان الكابتن حسن شحاته ممكن يجي يمسك فرقه في اوروبا، لكن احنا بفضل الله بعد ربنا سبحانه وتعالى مصطفى هو طلع شاطر وجابه، ودي حاجه ان شاء الله باذن الله تبقى حاجه كويسه جدا لينا، ونسعد بيه الدوري الممتاز ان شاء الله تبقى حاجه اتكتبت في تاريخه ان هو في اوروبا ساعد فرقه الدوري الممتاز باذن الله، لان هو يستاهل اكتر من كده كابتن حسن. كابتن حسن شحاتة اهلا وسهلا فيك في فيينا، افضل مدينه للعيش في العالم، اهدى مدينه واحسن مدينه للاستجمام كمان. الله يبارك. يعني الله، اهلا بيك واهلا وسهلا. كابتن حسن شحاتة من المؤكد انه جماهير الكره في العالم العربي فخوره فيك. الحمد لله. الله يحفظك. سؤالي لحضرتك، ممكن تعطي نبذه مختصره عن حسن شحاتة للجمهور النمساوي؟ انا طبعا انا بحاول اختصرها كويس، لكن هي السي في نفسه هتلاقي طويل قوي، عشان انا اسرد الكلام ده برضو انا مش هاخد وقت كتير، لكن برضو عشان برضو الناس تبقى عارفه انا لعبت كوره، لعبت في نادي الزمالك، رحت الكويت خدت احسن لاعب في اسيا، رجعت مصر خدت احسن لاعب في افريقيا، بعد ما هنقول بعد ما بطلت الكوره دخلت في التدريب طبعا، وكان بدايتي طبعا مع الناشئين، ناشئ الزمالك تحت 20 سنة، لكن عشان أخش في التدريب كنت لازم أخد كورس، خدت كورس في الأكاديمية المصرية، بالرغم أن طبعا أنا كنت لسه بلعب وكل المحاضرين في الأكاديمية مش عاوزين أتواجد لأن أنا لسه لعيب، ودي معمولة عشان المدربين. فالمهم يعني تواجدت وبتاعه كده، ولقوا مني يعني ممكن شخصية تبقى كويسة في التدريب وبتاعه. المهم بعد ما بطلت مسكت 20 سنة تحت 20 سنة، خدت بيها بطولة الجمهورية، وبعدين صعدوني في نادي الزمالك، بقيت أنا المدرب العام لمستر نينكوفيتش، ده مدرب من المدربين اليوغوسلافي الكبار أو اللي جم مصر، وكان مدرب منتخب مصر كمان، وأنا اتمرنت معاه وأنا في منتخب مصر. وبعد ما مستر نينكوفيتش أنا رحت فين؟ أقول لك رحت الإمارات. رحت الامارات امسك فرقه الناشئين في نادي الخليج في خرفكان كويس، مسكت فرقه الناشئين في نادي الخليج ثلاث سنين، سنتين معاهم، والسنه الثانيه صعدوني ان امسك الفريق الاول. وبعدين لما رجعت سنه 89
89 وكان في اتفاق مع الكابتن محمود الجهري الله رحمة الله عليه ان انا انزل وامسك مع الكابتن محمود الجهري منتخب مصر، هو كان ماسك منتخب مصر تمام، وكان في عنده ماتشين مع ساحل العاج، فالماتشين دول تصفيات افريقيا وبعدين اخش معاه في التصفيات المؤهله لكاس العالم 90 في ايطاليا اللي هم راحوها تمام. يا جماعه انا هلغي عقدي، الكلام ده صح ولا غلط؟ هلغي عقدي كذا كذا، المهم انزل، وناس مسؤوله كبيره يعني في اتحاد الكوره. نزلت وبعدين ما كانش ليا نصيب ان انا اكون موجود مع كابتن الجهر. كل الكلام ده سنة 90 رحت دربت المنيا، كان درجة تانية، صعدت بالمنيا للممتاز. سنة 91-92 دربت الشرقية، صعدت بالشرقية من الدرجة التانية للممتاز. سنة 93 دربت الشمس ثم السويس وصعدت بالسويس من الدرجة الثانية للدرجة الأولى، فالثلاث الحمد لله رب العالمين. الكلام ده بقى جه 94-95 مسكت برضو مع نادي الزمالك، مدرب كان مستر ريدل، نمساوي من نمسا مستر ريدل وكانت الحظ السيء، كانت النتائج مش كويسة، فمسكونا أنا سنة 95 الفريق الأول بنادي الزمالك تمام كده. مشينا بقى 96 ما هو كل ده كان 96-97 لغاية 99 دي كلها بقى 3 سنين دول كنت بتنقل من نادي لنادي وبتاع، ورحت ليبيا ومسكت أهلي بنغازي وكده يعني، فما كانش العملية مستقرة بالنسبة لي يعني. لغاية ما مسكت منتخب مصر للشباب، مسكت منتخب مصر للشباب سنة 2000 خدت أمم أفريقيا في بوركينا فاسو وتأهلت الكاس العالم اللي تلعب في الإمارات يعني ما انا بقول لك يعني السي في هتلاقي بعيد. بعد ما خلصت منتخب الشباب مسكت المقاولين العرب، العرب كونتراكت المقاولين العرب السنه اللي بقول لحضرتك عليها سنه 94 تمام. سنه 2004 سوري، عشان انا مسكت 2000 منتخب الشباب وخلصت 2003 بكاس العالم في الامارات، ومسكت مسكت منتخب نادي المقاولين العرب سنة 2004 عشان ما غلطش. 2004 دي بقى كان ربنا كان كرمني كرم جامد جدا 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 جدا، هم كانوا برضو بيلعبوا درجة تانية، كان هبط المقاولين العرب، كان هبط للدرجة التانية. مسكت المقاولين العرب، خدت كاس مصر قدام النادي الاهلي 2-1، وخدت السوبر قدام نادي الزمالك 4-2، وصعدنا للممتاز، فخدت 3 بطولات. عشان كده بقول لك ربنا كان كرمني كرم جامد. بناء على ال3 بطولات دول كان الكابتن عصام عبد المنعم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم واختارني ان انا اكون موجود مكان تارديلي، مستر تارديلي الايطالي، كان مستر تارديلي موجود، وكانت برضو النتائج ما كانش موفق فيها، فمسكوني مكانه تمام. وكان ناقص لهم ماتشين تصفيات كاس عالم، بس الماتشين ما لهمش فايده حتى لو كسبوه، لان كانت خلاص الامور ما تخلوهوش يتاهل. فمسكت الماتشين دول، خسرت مع ساحل العاج في ساحل العاج، وتعادلت مع الكاميرون، ودي كانت عامله ضجه جامده جدا جدا. ليه؟ لان ساحل العاج بيلعب في السودان واحنا بنلعب مع الكاميرون في الكاميرون، الكاميرون بنلعب على ملعبها فلازم تكسبنا صحيح، فعادي ساحل العاج كسب هناك السودان 3 واحنا تعادلنا مع الكاميرون، لدرجة الجماهير اخرج من الاستاد واقف على باب الاستاد لغاية ما توصل باب المطار، الجماهير واقفة بتسقف لنا على اساس ان احنا بنلعب، لعبنا مباراة فير، ما سبناش للكاميرون عشان احنا بنلعب على ارضها وبتاع. المهم بعد كده خلاص بدأت المسيرة الحلوة مع منتخب مصر، منتخب مصر كان 2006 طبعا، ودي كانت أصعب بطولة عشان احنا بنلعب على أرضنا وبين جمهورنا. أمم أفريقيا الحمد لله فوزنا بيها، وفوزنا ب 2008 في غانا، فوزنا ب 2010 في أنجولا، دي 3 بطولات الأفريقية، وده السي في بتاعي لغاية ما وصلنا بال3 بطولات كويس. 2011 بقى بالظروف اللي حصلت في مصر وبتاع وكده سبت المنتخب، دي ده 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 السي في بتاعي. طبعا رحت قطر
مسكت الزمالك بعد كده 2012، رحت قطر 2013، النادي العربي القطري. بعد كده لما رجعت رحت المغرب النادي الجديدة، ما كملتش معهم كويس، ودي كان في بيني وبينهم قضية ان انا الراجل قعدت 3 شهور ما بقبضش، وعشان كده انا مشيت. فهو برضو لما مشيت قبل ما ينتهي 3 شهور يبقى هم لهم الحق ان هم يقضوني كمان، فهم قضوني الاتحاد الدولي وانا قضيتهم للاتحاد الدولي، وانا كسبت قضية كمان. يعني انا كنت عاوز اثبت ان انا الراجل قاعد ولا ابيض ولا اسود، عرفت انت ازاي؟ وخلص وكسبنا القضية وكده. قلت لك حضرتك انا رحت قطر ورحت النادي العرب القطري، وبعدين رحت المغرب. بعد ما رجعت من المغرب، ودي من الحاجات برضه اللي هم مسكوها عليا النادي في المغرب، ان انا مسكت المقاولين العرب تاني. فقالوا يبقى هو كان بيعمل اتصالات مع المقاولين العرب وبتاع عشان ينزل ويمسك النادي وبتاع وكده، وده ما كانش سليم، يعني كلامهم ما كانش سليم خالص. يعني انا لما نزلت مصر اتكلموا معايا وبتاع، خلاص وقبلت. بعد كده بقى خلاص ده بيقولوا ايه، قفلت. جيت عشان اقفل لقيت كل الأندية عاوزة ان انا ادرب معها. مسكت طلائع الجيش قعدت معاه بس فترة الاعداد ومشيت. هيئتهم يعني ومسكتهم؟ لا ما هيئتهمش، هو اعداد بس. انا اللي خلاني امشي ان انا لقيتهم بيمشوا ناس من الفرقة ومش عاوزين يجيبوا اللعيبة اللي انا طلبتها منهم عشان ندعم بيها الفرقة. ما كان لك خيار في اختيار اللعيبة؟ ما كانش ليا خيار، فانا قلت انا مش قاعد هنا لمؤاخذة في الكلمة، انا مش قاعد طرطور يعني. فقلت له متشكر جدا وانا اسف مش هقدر اكمل معاكم. ما كانش لسه الدوري بدا. وبعد كده مسكت البتروجيت، يعني بعد كده قعدت مع بتروجيت شوية، سبت بتروجيت لأسباب يعني ما يصحش ان انا اقولها. يعني انا ما احبش اشتغل مع حد وبعدين اجي اتجنى عليه في الكلام وبتاع، لا لأسباب يعني خلاص ما كانش ليا مصير. بس ساعتها قلت خلاص انا مش هشتغل هنا في أندية مصر خالص 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 خالص. بس جيت انا سنة كام، رحت برضو زي هنا كده مستشار فني لرئيس نادي او لنادي ميونخ 1860، مش باير ميونخ، في ميونخ 1860. أوكي. وكنت مستشار فني ليهم وكذا 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 وكذا، وكنا يعني هنعمل برنامج جامد قوي قوي، هنعمل مدرسة للصغيرين عشان استثمار وبتاع وحاجة، كان حاجات جامدة جدا. بس برضو للأسف مش أنا ما كملتش، يعني هي الظروف بقى بتاعت النادي. أنا كنت للرئيس النادي، رئيس النادي بكارتون، رئيس النادي عربي، والرئيس النادي العربي ده يعني معلش بدون ذكر اسمي عشان برضو ما يبقاش فيها أي حاجة مخلة، رئيس نادي العربي ده كان يعني متمسك بشكل كبير جدا جدا. وانا رحت قعدت 3 شهور في ألمانيا عشان نوضب ونجهز، وعرفت اللعيبة وعرفت المدرب بتاعهم والمدرسة اللي كنا هنعملها، حاجات كتيرة جدا جدا. بس ما حصلش نصيب بقى لان رئيس النادي ساب النادي بعد انتخاب، حصلت الله اعلم بيني وبينهم يعني، عارف انت ازاي. فبالتالي كلموني وقالوا لي كابتن ارجع كابتن وكده، وما كانش ليا نصيب برضو ان انا اكمل. يعني حضرتك اعتزلت العمل الكروي في مصر خلاص؟ لا مش هدرب الا اذا كان في منتخب او منتخبات. العمليه عمليه صعبه وعمليه يعني زي ما بيقولوا الفتره اللي فاتت دي كلها كان برضو لها تاثير يعني. شوف ما تحسبها انت من 2014، ها يعني احنا من 4 سنين النهارده، بالرغم ان اشتغلت في ناديين اللي هو طلائع الجيش وبتروجيت لكن سبته. بس فقلت بقى ريح دماغك شويه لغايه ما جاء مصطفى بيكلمني في الموضوع. لما كنت هنا بستجم زي ما قلت لك، بستجم شويه. خد بالك انا هنا جبت نادي الزمالك، عملنا معسكر هنا، ايوه، وجبت نادي المقاولين في فيينا قعدتهم، وبعدين جبت المقاولين العرب هنا اللي هي سنه 2014 برضو بعد ما رجعت من المغرب وبتاع ما اعرفش، مسكت المقاولين العرب. وبعد ما كانوا زي ما بيقولوا يعني كانوا كام؟ كانوا 17 من 18 فرقه. خلصنا الموسم واحنا السادس،
كويس، وبناء عليها السنه بعدها طلعنا معسكر هنا برضو النمسا. فهي النمسا بالنسبه لي يعني زي ما بيقولوا عزيزه قوي عليا، عشان برتاح فيها وبستجم فيها بشكل كويس يعني. ما شاء الله. طيب ما هو السبب الذي شجع حضرتك لكي تكون مستشارا فنيا لفرقه نمساوي؟ اولا يعني هو مصطفى بيه النمري، يعني هو لما كلمني في الموضوع انا كنت هنا زي ما بقول لك ان انا كنت وقاعد مع الحاج محمود الاسيوطي ومجموعه كبيره مصريين يعني. فقال لي ايه رايك يا كابتن؟ قلت له والله مصطفى بيه ده حاجه حلوه يعني، حاجه مش وحشه يعني، على الاقل ان انا مستشار فني على الاقل في الاول الست شهور دول، ان انا اقدر اجمع واخد فكره كبيره جدا عن النادي وعن اللعيبه وبتاع، وهبقى برضو مع المدرب وهبقى هنا وهبقى هنا وهبقى هنا. فدي حاجة تعتبر كويسة جدا ومريحة برضو في نفس الوقت، خد بالك يعني تبقى مريحة في نفس الوقت، مش هيبقى فيها الضغطة بتاع الكوتش عارف انت ازاي، والنتائج بقى وبتاع وكده، لغاية ما ربنا يوفق في أول سنة ونصعد وبعدين نبقى نفكر إن شاء الله. كلمة أخيرة كابتن تحب توجهها للجالية العربية المشجعة لكرة القدم، الجالية يعني العربية في النمسا. الجالية العربية في النمسا يعني، والجاليات العربية في كل حتة زي ما أنت شايف، لكن إحنا الجالية العربية في النمسا أتمنى إن أنا أكون برضو سبب من أسباب سعادتهم من خلال النتائج اللي ممكن تكون للنادي مرفقر إن شاء الله. شرفنا بك كابتن في فيينا وشرفتنا، وإن شاء الله بتحقق اللي في بالك يا رب. وفيينا تشرفت فيك برضو. ربنا الموفق إن شاء الله. شكرا. شكرا.